كنا تنتظروا تكون مقابلة صعبة بحكم القيمة ديال الفريق. فريق يعني عندهم انسجام كبير، عندهم استقرار على المستوى التقني، نادي مهيكل تيشتغلوا بشكل جيد، ترتيبهم كذلك مريح، احصائيات ديالهم كذلك عندهم احسن دفاع، وحنا عندنا مشكل يعني في اتمام الهجمة. كنا تنتظروا بان غادي اون فا زعما اون اليس كري دي زوكازيون، مي غادي يكون عندنا مشكل في انهاء الهجمة، وداك الشيء ما وقع. سيناريو مثالي يعني ما وقع، يعني اي فريق تيتمنى يوقع له، لكن ضاعت ضربة الجزاء، هادشي تيوقع، ضربة الجزاء الثانية على التوالي اللي تنضيعوها. غادي نشتغلوا كثير على هذه النقطة هذه، الجانب الذهني ما تنقصوش من القيمة الفنية ديال المنفذين، لكن علامة استفهام كبيرة. أظن بأنه في الشوط الثاني هما استحوذوا على الكرة، التغييرات اللي قاموا بهم عطاتهم الاستحواذ، لكن التغييرات حنا اللي قمنا بها كنا أقوى في المرتدات، يعني ارتداد يعني تحول من الدفاع إلى الهجوم كان أقوى، كان حلول أكثر، كانت سرعة كذلك، كان عمق في اللعب، وذلك ما حصل. يعني سجلنا في وقت مناسب، جد مناسب، وحاولنا نحافظوا على هذه النتيجة. أظن بأنه فخور بهذ اللاعبين رغم طول المدة اللي يعني غبنا على المنافسة منذ 14 من الشهر الماضي ما لعبناش، وحنا كنا غير متفرجين بحكم يعني البرمجة وتواريخ الفيفا التي صادفت هذه الفترة. أظن بأنه اللاعبين قاموا باللي عليهم. من ناحية المحتوى كان مستحسن، لكن كبداية ديال الاستئناف ديال البطولة يعني منذ التوقف اللي دام 3 أسابيع، يعني محتوى زعما مقبول جدا، والنتيجة يعني سوفون لورسك لو زعما لو ريزولتا اي بوزيتيف لا مانيير اي اكسكوز، يعني نقدر نلقاو من تيكون الفوز اون ليس باسي لا مانيير. ما كناش يعني في المستوى، يعني لا في خروج الكرة كذلك درنا ضغط عالي، ما استرجعناش بزاف ديال لي بالون، مي سي اون ايكيب غودي زعما لوفوس تيستاهلوا تيستحقوا المكان اللي راهم فيهم. هما تيقلبوا على مشاركه افريقيه، حنا تنقلبوا باش نلعبوا اي مقابله كنهايه باش نساعدوا الانصار ديالنا ونحافظوا على المكانه ديالنا في اللي تنستحقوها. بالنسبه لنا نتيجه غير متوقعه، تنظن بان كنا تنتظروا مباراه صعبه، ولكن تنظن بان ادينا الثمن ديال 120 دقيقه اللي لعبنا في الكاس. كانت نقصنا الطراوه البدنيه في الشوط الاول، جات ضربه جزاء ما عرفناش الحاله ديالها، ولكن الحمد لله انها ضاعت. تنظن بان في مجمل اطوار المباراه فريق اتحاد طنجه ما وصلش عندنا المرمى ديالنا، ولكن بداية الشوط الثاني كان ممكن أن نسجلوا خاصة من الجهة اليسرى بعد ما قدمنا بتغييرات، ولكن تنظن بأن ما كناش جديين في واحد الفترة من فترات المباراة. في الوقت اللي كانت عندنا فرصة في المربع ديال العمليات ديال اتحاد طنجة اللي كنا ممكن نسجلوها، تنضيعوها وتنعطيوها لاتحاد طنجة تيمشيو تسجلوا علينا من مرتد. هنيئا اتحاد طنجة بهذا الفوز، وحنا هذا الهزيمه خصنا نداركو الاوضاع ديالنا في المستقبل. تنظن بان كما قلت لك كاين عياء، كاين جوج ديال اللاعبين اللي غابوا علينا اليوم مصابين، ولكن ماشي هذا مبرر. تنظن بان ما تعاملناش بشكل جيد مع المباراه وتنستحقوا اننا نهزموا. زكريا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.